هاي يا حلوين، اهلا وسهلا فيكم بقناتي عن جديد. واخيرا فيديو جديد، وهالفيديو كتير متحمس لان تجرب معكم لاول مره هيدي الباليت اللي نزلت من فتره من ميك اب فور ايفر، اللي هي اتش دي سكين فيس سكالبتنج باليت. هيدي الباليت فيها 12 لون كريمي، رح نستخدمها كفونديشن، كونسيلر، برونزر، هايلايتر، وكمان كونتورينج. فاذا حابين تشوفوا شو رايي فيها واذا بنصحكم فيها ولا لا، تابعوا الفيديو للاخر. سو يا حلوين، هيدي الباليت صار لي شي 10 ايام جايبتها للصراحه، او اقل شوي، وبدي جربها. بعد ما جربتها ولا مره بدي اجربها معكم هون على اليوتيوب، ولحتى هيك كفيرست امبريشن يكون معكم. هيك بتجي الباليت، فيها 12 لون. هدول الالوان هون فيكم تستخدمون ككونسيلر، فونديشن، وتدمجوا لحتى تحصلوا على اللون المناسب لكم. هون عنا 2 كونتورينج، هيدا يستخدم كبرونزر، هيدا اللون الكول اللي بيجي هيك عرمادي اكتر للكونتور. اما هدول الاربعة هايلايتر، انا كنت بفضل الصراحة يكون بدل 4 هايلايتر 2 هايلايتر، ويكون فيها 2 بلاش. سو يا حلوين، على السريع خبركم شو كاتبين على الموقع تبع ميك اب فور ايفر عن هيدي الباليت. هي مثل ما قلنا كريم كونتور اند هايلايت باليت، بس انا راح استخدمها اليوم كفونديشن كمان، لانه فينا نعمل لون فونديشن منا، نخلط اللون المناسب لنا. فيها 12 لون كريمي لحتى نعمل كونتور وهايلايت اور اندر بينت، يعني فينا نعمل اندر بينت. هيدي اللي بتحط اول شيء البرونزر والكونتور والهايلايت وبعدين الفونديشن، تطلع هيك البشره فلولس. وكمان لونج لاستنج فورمولا بتضاين 12 ساعه على البشره، واللايت ويت تكستشر خفيفه على البشره، حاطين منه سميك وبيعطي ناتشرال فينيش. سو خلينا نجرب هلا ونشوف. اذا بدكم تنقوا اللون المناسب لكم، اضبط طريقه انه حطوا اللون قريب هون لحتى تشوفوا اياه بيختفي على بشرتكم اكثر، واياه المناسب. ومثل ما قلنا، اذا ما لقيتوا لون مناسب واحد، فيكم تخلطوا لونين او ثلاثه لتحصلوا على لون مناسب لبشرتكم. انا راح اول شيء حط هيدا. شايفين اكتر لون بتحسوه بيختفي على البشرة هو بيكون مناسب. خلينا نشوف هيدا التاني، هيدا بتحسوه بين فاتح، كمان هيدا، هيدا بتحسوه شوي غامق. يعني حسيت اكتر واحد اذا اندمج تدمجوا شوي، اللي بيختفي اكتر شي هو بيكون مناسب. حسيت اكتر واحد هيدا بالنص اختفى على بشرتي، بس مثل ما قلت لكم فيكم تخلطوا لونين او ثلاثه. خلينا نروح على هيدا اللون على كل الوجه كفونديشن. اول شيء انا محضره بشرتي، حاطه مرطب على كل وجه حوالي عيني، بس ما رح استخدم اي نوع برايمر. عاده كنت احط على نص وجه، بس اليوم رح نستخدمها من دون اي برايمر لنشوف النتيجه من دون برايمر. سو على اساس حط كل شغله بشغلتها لواحد، الفونديشن اول شيء والكونسيلر وبعدين البرونزر والكونتور وهيك، بس رجعت قررت اعمل طريقه انه حط كل شيء مع بعض وادمجه. بعدين ببقى بعمل فيديو كل شغله بشغلتها بنحطهم لحتى نشوف كمان كيف تطلع النتيجه. بعملوا فيديو سريع مثلا بنزلوا على الشورتس او على الانستا، تابعونا على الانستا وتيك توك كمان، هونيك بنزل فيديوهات دايما. راح اخذ هيدا اللون لاستعمله كونسيلر هون وهون. اما الكونتور راح مسحها هيدي الفرشايه كل ما بدي استعملها، اذا بدي استعمل نفس الفرشايه. اوكي، راح اخذ بدل هيدا البرونزر، هيدا كتير قوي، رح اخد هيدا اللي هون، استعمله برونزر، حطه هون، كمان رح حطه هون، اخد لون الكونتور اللي بيجي على جراي، رح حطه هون تحت البرونزر. هيدا بتحسوه بيختفي على البشرة، ما بيعطي دفى مثل البرونزر. وهيدا كمان رح استعمله على منخاري، دايما استعمله على المنخار الكول تون، ببين طبيعي اكتر. هيدا اللون الغامق كتير رح جرب استعمله هون فوق عين بهد طريقة، هيك بيكون مثل بيز كمان للاي شادو. شايفين الفرق بين هيدا البرونزر
والكونتور كيف بيكون، بيعطي شكل طبيعي اكتر. اكتر شي بينحط هون هون، وكمان اذا بدنا نعمل كونتور هون راح استعمل هيدا اللي على جراي وحطه من تحت بهالشكل. كمان فينا نحط الجراي هون. هلا راح استعمل هيدا اللون اللي ناسب بشرتي كفونديشن وحطه هون وهون. خلينا نبلش دمج، واذا حسينا شي بده تظبيط منزيد ومنحط على زوانا. اول شي راح بلش بالبرونزر من هون، بس لازم تدمجوه بمحله، مش يصير كله الوجه مخلوط ببعض. دمجوا كلهم لوحده بمحله. كتير لاحظت انه عم يندمج بسرعة، يعني ما بيعذب دمجه مثل ما شايفين، مثل ما شفتوا عم بدمج بمحله. رح مسح شوي البراش وادمج الكونتور اللي هو على كول تون، على جراي شوي. تحت البرونزر بنتفه كمان هون، شايفين من هون عملت الكونتور دقن مش من فوق. شايفين كيف ببين؟ واللون الجراي هو انسب شيء بهالمطارح، على المنخار هون، على الخدود وتحت على الدقن. راح ادمج شوي المنخار. هلا ببراش تاني راح ادمج الكونسيلر. الصراحه كتير حلو ككونسيلر، والدمج تبعه كتير حلو مع انه صار له وقت، بس اندمج بطريقه حلوه من دون ما نشف. ولك كيف طالع كتير حلو تحت العين، I love it. هلا فينا نفتح مثل ما قلت لكم، فيكم تفتحوا، فيكم تخبوا قبل اذا عندكم سواد، تستعملوا لون اغمق ترجعوا تفتحوا. بس شوفوا كتير حبيت الكونسيلر كيف اندمج، حتى البرونزر والكونتور اندمجوا بطريقة حلوة. دائما قربوا الكونسيلر هون على المنخار، هيك بيكون يطلع عندكم كونتور المنخار اسهل. بحط شوي بالنص، شايفين ببراش غير. كمان راح جيب اللون، هلا فيكم تمسحوا البراش وترجعوا تستعملوها. راح استعملها لدمج اللون اللي حطيناه كفونديشن، كمان اندمج بسهوله مع انه صار له وقت. واو حتى اللون شو حلو طالع. اقطع الباقيين بطريقة الطبطبة على هدول الألوان، الكونتور والبرونزر، لحتى يندمجوا كلهم مع بعض ويبين الوجه طبيعي أكتر. كمان باللي باقي على البراش رح نظبط كونتور المنخار. بس شوفوا قديه بيطلع حلو بس تعملوا كونتور بلون هيك الكول اللي بيجي على جراي. كمان هون راح نظبط البرونزر، يعني هون دايما تكون الشمس ضاربة هون، اما هون الخيالات هو مطرح ما لازم نعمل الكونتور وعلى المنخار وعلى الدقن. قد هلا رهيب، I love it. هلا كمان راح ادمج هيدا اللون اللي حطيته هون، مثل ما قلت لكم هيدا راح يكون مثل بيز للاي شادو، خاصة إذا بتحبوا هيك تحطوا شي طبيعي برونزر أو شي ما بتعملوا اي شادو. كمان في يكون كلون انتقالي للاي شادو اللي رح تعملوه. دمجوا هيك لبرا، نعطي سحبة للعين. دمجت كل شي مثل ما شايفين، كتير حبيت الفينش تبعه كيف، وبيعطي جلو للبشرة حسيت. وهلا أكيد بدنا نثبته كمان باللوز باودر، بس كهيك فنش كتير حبيته كيف اندمج وما نشف بالمرة وما عذبني بالمرة. بس انا بنصح المبتدئين
يحطوا كل شغلة بشغلتها، لأنه إذا بعدكم مش معوضين ما رح تعرفوا تدمجوا الأشياء مع بعض. مظبوط. رح أخذ هلا هيدا بإصبعي اللون الهايلايتر، هيدا اللون رح أخذ. فيكم تخلطوا لونين مع بعض، بس أنا رح أخذ هيدا، رح أخذ هيدا اللي حده كمان، هيدا شوي هون بإصبعي رح حطه، رح طلني على الفاتح لوحده. كتير كريمي، كتير كريمي، وبدوب على البشرة ذوبان. والحلو بيعطي اللمعة هيك الحلوة، مش الهيدي القوية والجليتر، بتحسه كأنه الوجه هو هيك فيه لمعة طبيعية صحية. حبيت خاصة للي عندهم تكستشر وهيك، إذا استعملوا هايلايتر قوي رح تبين تكستشر أكتر. رح ثبت كل الوجه بهيدي ترانسلوسنت باودر من سيفورا، كتير بحبها. ما بعرف، ما كتير بحس عالم يحكوا عنها، بس عن جد كتير أنا بحبها، كتير هيك بتاعت بلورينج. هلأ شوفوا، شوفوا حتى مش فايد بالخطوط أبدا، شايفين كيف تعمل بلورينج؟ خليني أعمل نص الوجه. دايما زايد بشيله على ايدي، وبستعمل الباودر باف ما بستغني عنها لتثبيت تحت العين والوجه كله. لا براش ولا تنيحزنون، لانه رهيبة، بتعطي هيك فلولس سكين، وبتثبت الميك اب بمحله من دون ما تزيحوه. اوقات البراش يمكن يزيح الميك اب او شيء، هيدي لا، بتكون عم تكبسوه تكبيس للميك اب بضل بمحله. كمان شوفوا حتى فوق العين راح ثبت، رهيبة هالباودر، الافكت اللي بتعطيه كتير حلو. شوفوا قدي البشرة مبينة فلولس، خاصة بعد ما ثبتناها هلأ بالباودر، هون من دون التثبيت وهون مع التثبيت، وكأنه عن جد بشرتكم ما معقولة قدي خفيف على البشرة وقدي حلو طالع. عن جد كتير كتير حبيت هلأ بعد ما حطيت الباودر، حبيته أكتر كيف طلع البشرة طبيعية وما فيها كأنه هيك طبقات، رهيب. خليني كفي باقي الوجه وارجع لكم. شوفوا من بعد ما حطيت الباودر على كل الوجه قدي طالع حلو، كل شي مدموج بطريقة حلوة. كتير حبيت للصراحة كيف طالع على البشرة، قدي ما كأني حاطة شي على وجهي، حسة كأنه هيدي بشرتي الطبيعية بس هيك لونها موحد. كتير كتير حبيت للصراحة كفيرست امبريشن، بعد ما شفنا شو بده يصير بعد شوي مع النهار شو رح يصير فيه، بس هلأ كفيرست امبريشن وكناتشرال فينيش مثل ما هن قايلين، عن جد كتير حلو وكتير لايت ويت، كتير خفيف على البشرة. خليني كفي باقي الوجه وارجع لكم. كفيت باقي الوجه ورجعت لكم، رجعت ثبتت البرونزر والكونتور بهيدي الباليت من كاتريس سامر اوبسيشن، هدول اللونين خلطتهم مع بعض، ثبتت هيك الكونتور شوي باودر بباودر هدولي، وهدولي الاثنين بلاش كمان خلطتهم حطيتهم كبلاش، ما حطيت اي هايلايتر بعده اللي حطيته من قبل، ما بدي هيك هايلايتر اكتر. كل اللي فيه لكم اياه هلا كفيرست امبريشن، كتير حابه كيف طالع وجهي هيك، البشره فلولس بذات الوقت، يعني الاحساس خفيف على البشره، كتير لايت ويت. وكمان نسيت خبركم ان انا بشرتي دراي من هون ناشفه، وبالتي زون بتزيد. سو ما رح احط اي سيتنج سبراي، ما رح ثبت وجهي بسيتنج سبراي ولا شيء، لانه بس كون عم بعمل كمان ريفيو ما بحط سيتنج سبراي لحتى نشوف قد ايه رح يضاين مظبوط. رح اقرب لحتى تشوفوا مظبوط البشره، مو عارفه مبين عليكم. كتير حبيت كيف طالع هيك طبيعيه كأنه بشرتي بس أحسن. سو خليني أرجع لكم بعد كم ساعة ونشوف كيف رح يكون على البشرة. هلأ ساعة 3 صارت، بس أنا تقريبا مخلصة البيز من ساعة 2، بعدين التهيت وحطيت باقي وجه وهيك، بس هلأ صارت ساعة 3، يعني ما نحسب من ساعة 2 كأنه حطين البيز على بشرتنا. أرجع لكم بعد كم ساعة ونشوف شو رح يصير بالبشرة. سو هلأ واقفة قدام الشباك بالضوء الطبيعي غير الإضاءة هونيك، لحتى تشوفوا البشرة مظبوط كيف، وتذكروا انه مش حاطين اي برايمر يخبي المسام ولا شيء، بس كمان حبيت كتير كيف طالعة البشرة. سو يا حلوين ظهرت، هلا الساعة شي 7:30 تقريبا، يعني صاروا شي 5 ساعات ونص. مثل ما شايفين كتير حلو بعده على البشرة، ما عملت رتوش بالمرة، ما دقرته، وبعد كم ساعة رح ارجع لكم، بس لحد هلا كتير حابه.
بصوا يا حلوين، صارت الساعة شي 10 وشوي، يعني صار قاطع ليه 8 ساعات وشوي. هيدا النتيجة بعد 8 ساعات وشوي. للصراحة بعده رائع على البشرة، مثل ما شايفين هون في لمعة، لأنه مثل ما قلت لكم أنا التيزون عندي بزيد، في لمعة مثل ما شايفين لأني ما ضقرته بالمرة. أنا عادة بس كون حاطة فونديشن شو ما كان نوعه وكيف ما كنت مثبتته وشو ما كنت حاطة، إلا بنص النهار ما استعمل مثلا تيشو هيك بشيل الدهون الزايدة وهيك، بس اليوم ما ضقرت شي بالمرة. بس هون اكتر شي لمعة، هون ما في مثل ما شايفين يعني كتير خفيفة، بس انه كما حطينا برايمر ما حطينا ساتينج سبراي رهيب. وحتى شوفوا كيف بعده البرونزر والكونتور كله بمحله، وابدا مش فايد بالخطوط لا تحت العين ولا هون على الوجه ولا بالبورز، مش فايد ابدا بالمسامات البشره، مع انه مثل ما قلت لكم ما استعملت اي برايمر. سو كتير حبيت كاول استخدام كفيرست امبريشن، بعد بدي استعمله بعده طرق، راح استعمله مع برايمر مع سيتنج سبراي، كمان راح استعمله بطرق تانية، يعني حطه كله كفونديشن ارجع بعدين حط البرونزر والكونتور والهايلايت وهالقصص. بس هالمرة كنت اول مرة بستخدمه، عن جد كتير حبيت، وللصراحة بنصحكم فيها هيدي الباليت، وبتستاهل سعرها 85 دولار. بس ما تنسوا في كأنه بقلبها 5 منتجات: كونسيلر، فونديشن، برونزر، كونتور وهايلايتر، كلهم بهيدي. اذا انت بدك باليت يكون فيها كل شيء بنصحك فيها، والحلو انه فيك توصلي لدرجة بشرتك اللي بدك اياها، والحلو انه بتخلط الالوان لحتى توصل على درجتك انت. وحتى اذا كنت ميك اب ارتست بنصح كتير فيها تكون عندك بالميك اب كيت تبعك، لانه عن جد رهيبة. فيكي كمان تخلطي الوان لحتى تحصلي على لون بشرة الزبونة عندك، او حتى لاستخدام الشخصي حلوة. كمان اذا سافرتي ما بدك تاخدي معك كل المنتجات، اذا رايحة ويكند على شي محل، فعن جد I love it so much. جبت هيدي الباودر باف، راح اقطعها هيك مطرح ما عندي هون شوي لمعة، لشوف اذا بيطلع من محله بس مقطعها ولا شو بيصير. واو، شوفوا كأنه رجع كأني حطته عن جديد، يعني هيك. بس قطعت هيدا بعد ما حطيت باودر ولا شي، يعني بس مجرد ما اني قطعت باودر باف امتصت بس الدهون، لان صار له 8 ساعات وشوي من دون اي شي، وظهرت ومشيت برا بالطبيعة وهيك من دون ما اعمل اي رتوش. فشوفوا هلا بعد ما شلنا الاويل شوي رجع كأنه حطته عن جديد. بس يا حلوين، بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم، استفدتوا من هيدا الريفيو. اكتبوا لي اذا كنتوا انتم مجربين هيدا المنتج، واذا حابين او عم تفكروا انه تشتروه. بتمنى اذا حبيتوا الفيديو تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، اذا حدا من اصحابكم حابب يشتريها وبعده محتار فبعتوا له هيدا الفيديو. وإذا كنت جديد بقناتي بتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم إشعار أول ما نزل أي فيديو جديد، وبتمنى تكتبوا لي إذا حابين جرب لكم أي منتج فونديشن أي شادو أو أي شيء بتحبوه تحت بالتعليقات.